اسمع يا هذا. نعم. يجب أن تكون أكثر حشمة. حشمة؟ لو إذنه. باوع أم خلى حشمة بالنص. بصراحة بصراحة أنا ذاهب للإصطياف. الصياف ما رفعت العلم. قل لي ما هذه التبريرات الهشة؟ هشة لو بعدين. هشة لو باكر. لا 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 هشة لو غدا. لا 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 هشة لو بطة. لماذا تتهمونني من غير مسوغ؟ ليش شنو انت بعد ما مسوغ؟ تبا لكم من مزدرين. يا بتر احنا لحد ما مزدرين شي من السوق.